أم محمد تقول الشيخ صالح كيف يحصن الأولاد من كل سوء ومن الشيطان، وأيضا كيفية تحصين المنزل إذا كان في هذا المنزل أشياء غريبة يتخيلها أهل البيت. لابد في تحصين الأولاد من أمرين: أولا التربية الإسلامية على طاعة الله عز وجل، والتعليم، تعليم الأولاد دين الإسلام، تعليمهم الآداب ومنعهم من الرذائل والآداب السيئة، هذا شيء. الشيء الثاني الدعاء لهم للصلاح، أن يصلحهم الله وأن يهديهم الله، فهذه أسباب التربية وتنشئة الأولاد على طاعة الله. الأمر الثالث أن يبعد عنهم وسائل الشر، أن يبعد عنهم مسائل الشر التي تغريهم بالفساد، من المناظر السيئة أو السماع المحرم أو غير ذلك من وسائل إفساد الأخلاق أو أشد إفساد العقائد وإفساد الدين، يبعد عنهم هذه الوسائل، وأن يحفظهم من جلساء السوء، يراقبهم، فهم في ذمته ومسؤول عنهم، وهم رعية في ذمته، يجب عليه القيام بالواجب نحو أولاده. نعم.